هنبدأ مع بعض الجزء الأول إن شاء ربنا ودبر، وهو المرحلة الأخيرة من رحلة الصلب اللي ابتديناها من أسبوعين. النهاردة هيكون الجزء هو كنيسة القيامة. كنيسة القيامة اللي هي اسمها الهولي سافوكا، اللي زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على 10 خطوات أو 10 مراحل في طريق صلب المسيح، والكنيسة هنا هيكون فيها ال4 مراحل الأخرانية. البعض طبعا بيظن، اللي عايز الموقع اهو، البعض بيظن ان هي مكان صغير، هي الحقيقه مكان كبير. اسف، لا انا نزلت لينك خطا، اللي نزله الاستاذ سيرين كريستي. بيظن ان هو موقع كبير، موقع صغير، ولكن هي فعلا مكان كبير ومتقسمه اكتر اماكن. ايه ال4 اماكن اللي مشمولين في رحلة الصلب؟ المكان ال11 اللي هو مكان تسمير جسد المسيح على عود الصليب بالمسامير، المكان ال12 اللي هو مكان الصليب والمسيح اسلم الروح على عود الصليب، المكان ال13 او الخطوة ال13 هو مكان تنزيل جسد المسيح وتطيبه بالحنوط والحجر المقدس اللي اتوضع عليه جسد السيد المسيح، الخطوة ال14 والنهائية اللي هي قبر السيد المسيح. اللي عايز يشوف الخطوات اللي قبل كده، ال10 اللي قبل كده، يقدر يرجع لليوتيوب وهيلاقي رحلة الصلب الجزء الأول والثاني والثالث اللي اتكلمنا عليهم لغاية ما وصلنا إلى باب كنيسة القيامة. كنيسة القيامة هي مش كنيسة واحدة، هي مبنى كبير مستديرة بها كنائس كتيرة جواها متقسمة. علشان كده، علشان محدش يتلخبط فيها، هبدأ من المدخل وأحاول أمشي بطريقة مستديرة حتى المخرج ونشوفها مع بعض. خريطة الكنيسة ده اللي قدامنا، اللي متابع معايا وشايف من هنا المدخل بتاع الكنيسة، والرحلة هناخدها بطريقة بهذا المنظر لغاية ما نوصل للقبر المقدس علشان نشوف كل المراحل اللي فيها. هحاول أمشي ببطء شوية علشان الناس تشوف، وبعد كده في فيديو مجهزه لحضراتكم هنشوف مع بعض الكنيسة من الداخل في الصبح بدري أو في الفجر بدري شكلها إزاي، ونقدر نمشي مع بعض فيها وإحنا في الروم هنا مع بعض. تاريخ بس الكنيسة بسرعة، هي اتبنت على عدة مراحل سنة 333 ميلادية. اتبنت بعد معرفة الملكة هيلانا مكان الصليب سنة 326، وقصة الصليب اكتشافه معروف وموجودة في التقليد الكنسي وبتتقال دايما في السمسار في عيد الصليب. الكنيسة الأولى اللي بنتها الملكة هيلانا انهدمت سنة 614 ميلادية بسبب هجوم الفرس على أورشليم. بعد كده اتبنت كنيسة تانية على أنقاض الكنيسة الأولانية، وبعض بقايا الكنيسة الأولانية موجود حتى الآن. كويس؟ بعد ما كده جه الهجوم العربي سنة 638 ميلادية، ما هدمهاش، هو أخرب فيها بعض الحاجات وسيطر على المنطقة، ولكن تم هدمها بالفعل سنة 1100 ميلادية، وده من ضمن الأسباب اللي دفعت لتكوين الحملات الصليبية واللي انتصرت في السيطرة على أورشليم في فترة زمنية محددة واستمرت لغاية سنة 1099 وبنوها مرة تانية واستمرت، ولكن جه 1187 استولى صلاح الدين الأيوبي على أورشليم، وبعد كده هو بدأ يتحكم في مفتاح باب كنيسة القيامة، ولغاية دلوقتي الأسرة المسلمة اللي معاهم باب كنيسة القيامة حتى الآن، وبيعتبروها من حاجات الشرفية بالنسبة لهم إن هم معاهم مفتاح كنيسة القيامة، مفتاح كده كبير معدني رغم إن هم محدش بيستخدمه. بسبب معاهدة الصلح بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد بدأ السماح بزيارة الكنيسة، واستمر الزيارة بتاعتها لغاية سنة 1927. عدت طبعا بمراحل مختلفة، هختصر بس التاريخ بسرعة. سنة 1927 ضربها زلزال بقوة 6.3 ريختر، ولكن رغم الزلزال ده احتاجت الكنيسة بعض التصليحات، والإنجليز قاموا بترميمها،
وبعد رجوع اليهود سنة 1947 واستيلائهم على أورشليم سنة 1967، استمروا تقبل الزوار كل يوم في الكنيسة من مسيحيين وكل اللي عايز يزور الكنيسة. أبدأ بأول صورة قدامنا، اللي متابع معايا الصورة دي مدخل باب كنيسة القيامة. هنلاقي ناحيتين، ناحية مقفولة ودي مقفولة من الزمن العربي، والناحية التانية المفتوحة اللي قدامنا دي. المدخل ده طبعا كان ليه ذكرى في أيام العثمانيين. لما نشوف الجزء ده على الناحية الشمال من البوابة، ده العمود الأوسط في الثلاث أعمدة دول، ده اللي خرج منه النور المقدس سنة 1547 لما حاولوا الأتراك يقفلوا باب كنيسة القيامة علشان خاطر يمنعوا حكاية ظاهرة النور المقدس اللي بتطلع سبت النور باستمرار. ولما عملوا كده وقفلوا الباب والمسيحيين كانوا بره الباب وبيبكوا لأنهم هيتحرموا من المعجزة اللي بيشوفوها كل سنة، ربنا أراد وعمل المعجزة بطريقة تانية وخرج النور المقدس من العمود اللي موجود على باب الكنيسة، وكان فرح كبير جدا للمسيحيين في الوقت ده. هنبدأ بعد ما دخلنا من باب الكنيسة، هنبدأ الرحلة بتاعتنا. أول جزء اللي هو ده من الناحية اليمين، احنا أول ما بندخل بتشوف على طول قدامنا اللي هو حجر تطيب جسد المسيح، ولكن ده هتبقى المرحلة الثالثة. هنبدأ من الناحية اليمين من قبل. أول ما ندخل من الناحية اليمين دي بنشوف على طول سلم ضيق صغير متجه لأعلى، منظره ده. لما نطلع على السلم ده بنتجه منه للناحية اليمين مرة تانية. بعد ما طلعنا في السلم ده وصلنا لغاية الجزء ده، المنطقة دي هي مكان تسمير جسد المسيح على عود الصليب. دي تعتبر طبعا المحطة 11 من 14 محطة في طريق الآلام اللي اتكلمنا على 10 منهم الأسبوع اللي فات، وهنتكلم على 4 جوه كنيسة القيامة المرة دي. لما نوصل للجزء ده بنشوف المنظر ده قدامنا، وده المكان اللي مقام ذكرى للمنطقة اللي حطوا جسد السيد المسيح على عود الصليب فوق التل اللي هو منطقة الجلجثة. كويس، أنا بحاول أمشي بسرعة بطيئة علشان الناس تقدر تتابع معايا، للي حابب يتفرج ذكرى لصلب وآلام السيد المسيح. من بعد المنطقة دي بنتجه شمال، ومنها بنوصل للجزء اللي بعده اللي هو مكان وضع الصليب لما رفع عود الصليب من على الأرض. ده مكانه في كنيسة القيامة ولكن في الدور الثاني من فوق في الجزء ده، وده صورته من بعيد. ولما نقرب إليه ده المكان اللي اتحط فيه عود الصليب، الجزء ده الأسفل ده. ودي صورة توضيحية، دي قاعدة عود الصليب، المكان اللي اتحط فيه الصليب اللي كان متسمر عليه جسد الرب يسوع المسيح. والحجر ده من على الجنبين اللي هو حضراتكم شايفينه هنا، ده من الجنب ده ومن الجنب التاني، ده الحجر اللي
الأصلي اللي كان يطلق على المنطقة دي أو التلة دي الجلجوسة، واللي كان بالفعل محطوط جسد المسيح عليها وعلى تلة عالية، وكان اللي خارجين من باب أورشليم كانوا يقدروا يشوفوا المصلوبين عليه. من المكان ده هنتجه للنزول لأسفل من السلم هنا، فإحنا طلعنا من السلم ده، ومن السلم ده شفنا مكان تسمير الجسد ومكان الصليب اتحط فين. بعد كده هننزل على السلم في المنطقة دي. السلم اللي حضراتكم شايفينه. أول ما ننزل على بقينا احنا في النقطة دي هنا، أول ما بنشوف على إيدينا الشمال الجزء اللي لونه بالأحمر ده، ده مكان الحجر اللي اتحط عليه جسد الرب يسوع المسيح لتكفينه لتطييبه ووضع الأطياب عليه قبل ما يوضع في القبر المقدس. ده يعتبر المحطة الـ13 بعد ما أسلم الرب يسوع المسيح نفسه على عود الصليب. أنزلوا جسده الطاهر من على الصليب وبدأوا يطيبوه بالحنوط علشان يحطوه في القبر، لأن كان السبت لاحق. ده صورة الحجر أهو قدام حضراتكم. صورة تانية ليه مقربة أكتر أهي. الأناديل دي كل أنديل بيمثل كنيسة، منهم الأنديل الثالث حسب معلومات الضعيفة، ده من الناحية الشمال ده أنديل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن ما كنتش مخطئ، أعتقد هو الثالث ده حسب معلومات الضعيفة. ده شكل الحجر مقرب اللي وضع عليه جسد الرب يسوع المسيح. أهو ده صورته من فوق. لو تفتكروا لما قلت لحضراتكم الكنيسة اللي كنت المكان وضع عود الصليب عليها أهي، لما كنا بنبص عليها من فوق لو شوفنا الحجر نشوفه من المكان ده بهذا المنظر. بعد كده هنتجه للكاتدرائية الأرثوذكس اليوناني اللي هي في المكان ده. دي صورتها من الداخل، وجواها حاجة مهمة جدا، وهو الحجر اللي اتجلد عليه الرب يسوع المسيح. دايما بيبقى حجر قصير علشان بيبقى بيتجلد ظهره بيبقى متني، على عكس الصور اللي بيجيبوها بيجيبوا واحد واقف، لا هو دايما بيبقى على حجر قصير عشان يبقى متني ويجلدوه على ظهره، والوصيات بتنزل من الظهر لغاية منطقة الرجلين. فالحجر ده يقال، أنا بنقل بس حسب ما يقال، إن يوم الجمعة أو الجمعة العظيمة أو في يوم جمعة الآلام أو الجمعة الحزينة اللي بيحط ودنه على الحجر ده بيسمع بعض صوت الصراخات أو صوت الجلد. بعد كده بعد ما خلصنا الكنيسة دي هنتجه للناحية الشمال اللي هو الركن للكنيسة الأرمنية، الجزء ده واللي بيها قنديل الزيت
فأنا آسف إحنا اتجهنا كده ونزلنا من هنا ووصلنا لغاية المكان ده بعد ما زرنا الكنيسة هنا. في المنطقة دي هنا بنلاقي فيها قنديل الزيت هنا. الزيت اللي بيجي بركة من كنيسة القيامة للي بيحصل عليه بيجي من هنا من القنديل ده. بعد كده بنتوجه الشمال إلى ساحة كنيسة القيامة اللي هي فيها القبر المقدس في الجزء ده. فأنا آسف أنا قلت هنمشي يمين لكن أنا كنت مجهزه شمال فأخطأت سامحوني. فإحنا اتجهنا كده. دي الساحة بتاعة كنيسة القيامة اللي فيها القبر المقدس. ومنها بندخل إلى القبر المقدس اللي قدام حضراتكم ده، لكن متقسم لغرفتين. الغرفة الأولانية اللي مدخلها ده بيسموها غرفة الملائكة. فالقبر مقسم لجزئين، الجزء الأولاني بيسموه غرفة الملائكة وده منظرها من جوه. وجواها باب ضيق اللي بيروح منه للقبر نفسه. من غرفة الملائكة بنتجه للقبر المقدس اللي اتحط فيه جسد الرب يسوع المسيح، وهي المحطة الـ14 في محطات طريق الآلام. فالمكان ده هو اللي وضع عليه جسد الرب يسوع. الزاوية دي اللي هنا بقية القبر المقدس موجود في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقابلة ليه من الناحية التانية اللي هي في الجزء ده. فالقبر في المنطقة دي، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي هي دي اللي هي وراه. وده منظرها. ومن الداخل بنشوف الجزء الصغير بقية القبر المقدس موجود في الكنيسة هنا. المقابل ليها الناحية التانية كنيسة القديس يعقوب، هي كنيسة سريانية أرثوذكسية. فالقبر المقدس هنا، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا، كنيسة القديس يعقوب السريان الأرثوذكس هنا مقابل إليها. علشان كده المرة اللي فاتت لما كان في الكلام على إزاي يكون كنيسة القيامة هي اللي فيها مكان الصلب ومكان القيامة أو مكان القبر المقدس، وضحت إن كنيسة القيامة ده مش بس مكان صغير أو كنيسة صغيرة، ده مجمع كبير. ده منظرها من الداخل لأنها اتأثرت بحريق فترة قبل كده. في جوه الكنيسة دي فيها حاجة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي بتشهد إن ده بالفعل مكان صلب السيد المسيح ودفنه، إن بيها قبرين من القرن الأول الميلادي، قبر يوسف الرامي وقبر نيقوديموس، اللي هم أوصوا بدفنهم إن هم يدفنوا مكان قريب من قبر الرب يسوع المسيح. فدول المكانين دول مكانين لقبرين يوسف ونيقوديموس. لما نكمل بعد كده متجهين ونمشي للناحية اليمين هنا هنلاقي كنيسة مريم المجدلية، وده أمام المدخل بتاعها. فالناحية دي كان موجود فيها كنيسة القيامة هنا، وبعد كده لما اتجهنا هنا ده كنيسة مريم المجدلية.
آسف، كنيسة القيامة اللي فيها القبر المقدس، واتجهنا هنا كنيسة مريم المجدلية. جوه الكنيسة بنلاقي المكان اللي حسب ما يقال في التقليد إنه المكان اللي فكرت فيه مريم المجدلية إن المسيح ده هو البستاني. ومن بعدها بنروح للكنيسة التالية، هي كنيسة لليونان الأرثوذكس. فبعد كنيسة مريم المجدلية بنوصل للجزء ده، الكنيسة اللي بعد كده هي كنيسة يونان أرثوذكس. وحسب التقليد ما يقال إنه الرب يسوع المسيح واللصين وضعوا في الكنيسة دي إعدادا للصلب، يعني أول ما أحضروهم هنا مكان الجلجثة حطوهم في المكان ده لغاية ما يجهزوا أعواد الصلبان اللي هيتصلب عليها الثلاثة، وبعد كده أخدوهم وحطوهم على الصلبان. علامة النسر البيزنطي نلاحظها موجودة على الأرض من أيام الدولة الرومانية من القرن الأول الميلادي أهو. والشباك اللي حضراتكم شايفينه ده فيه ما يعرف بقيد القيد الحديدي اللي اتربط فيه إيدين السيد المسيح لغاية ما يتصلب. الشباك اللي هو ده. والأسفل مكان وضع رجلين السيد المسيح. فالصندوق اللي تحت ده لو تبص هنا، ده لما بيجي واحد يعني مقبوض عليه وعشان هيتصلب بيثبتوه في المنطقة دي، بيربطوا ايديه بالحديد اللي متثبت فيه الأرض، وبيحطوا رجليه أيضا في هذه المنطقة علشان ما يقدرش يهرب. ده مكان المحبس أو مكان الحبس. بعد كده بيوجد 3 كنائس صغيرين، الأولانية لليونان أرثوذكس هي للقديس لونجينوس وهو رئيس المائة اللي آمن وشهد إن المسيح هو بالحقيقة ابن الله، وحسب التقليد ما بيذكر بعد ما قاله لنا الأناجيل إن هو بالفعل آمن وأصبح مسيحي وقيمة الكنيسة دي على ذكره. الكنيسة التانية مقفولة اللي هي دي. الكنيسة التالتة اللي بعدهم هي كنيسة أرمنية، وهي ذكرى لاقتسام ثياب الرب يسوع المسيح وإلقاء القرعة على قميصه. من بعد كده بنتجه إلى اليسار علشان ننزل إلى السلالم في المنطقة دي بعد ما سيبنا ال3 كنائس دول. فإحنا كنا ابتدينا من المدخل، والمدخل اتجهنا منه إلى فوق. آسف، من هنا اتجهنا لفوق، ومن فوق وصلنا لمكان الحجر إلى القبر المقدس إلى لغاية ما وصلنا للكنيسة الأرمنية. دي السلالم المتجهة لأسفل. فأكرر مرة تانية، إحنا اتجهنا من هنا، طلعنا فوق مكان الصليب، بعد كده نزلنا إلى الحجر المقدس، بعد كده اتجهنا للبستان اللي كان فيه القبر، بعد كده اتجهنا إلى مكان مقابلة مريم المجدلية للرب يسوع المسيح بعد القيامة، ووصلنا لغاية السلم ده.
ده الاتجاه بتاعها. يوجد نقوش قديمة على الجوانب، يقال إن هي من القرون الأولى الميلادية وخاصة من القرن الرابع الميلادي، لغاية ما نوصل لمدخل الكنيسة الأسفل، وفيها لوحة حجرية من القرون الأولى الميلادية، اللوحة دي اللي قدام حضراتكم. وعلى الجانب الأيسر اللوحة اللي هي ذكرى لاكتشاف الصليب، لأن المكان ده هو المكان اللي اكتشفت فيه الملكة هيلانا عود الصليب، صليب الرب يسوع المسيح. أما على الجانب الأيمن بنلاقي كنيسة صغيرة للقديس دمياس اللي هو اللص اليمين اللي آمن واعترف بالرب يسوع المسيح، وآدي صورتها قدام حضراتكم. وفي النهاية الموضع اللي كان مدفون فيه الصليب واللي اكتشفوا فيه صليب الرب يسوع المسيح. قدام حضراتكم هنا. بعد كده بنتجه نطلع السلم مرة تانية، فإحنا وصلنا المنطقة السفلى دي شفناها اللي هي مكان اكتشاف الصليب، بعد كده اتجهنا مرة تانية ونطلع هنا هنلاقي على إيدينا الشمال كنيسة يوناني، وهي ذكرى لآلام المسيح عندما سخروا منه الجنود. هنلاقي هنا عمود صغير، يقال أيضا حسب التقليد إن العمود ده اللي اتربط فيه السيد المسيح وقت السخرية وليس وقت الجلد، لما كانوا بيسجدوا قدامه ويقولوا له السلام يا ملك اليهود. من بعد المكان ده بنتجه لمكان أسفل، موضع الصليب، وهو ما يسمى كنيسة آدم في المكان ده. فاحنا فوق هنا لما طلعنا بالسلم فوق شفنا مكان وضع عود الصليب، لكن تحته كنيسة بتسمى كنيسة آدم أو المكان المسمى بالجمجمة، وهو بيه الشرخ أيضا حسب ما يقول التقليد هناك، أن الشرخ ده اللي حضراتكم شايفينه يعود إلى زمن السيد المسيح وقت ما حصلت زلزالة لما كان المسيح على عود الصليب. وبعد كده من هناك بنتجه إلى باب كنيسة القيامة مرة تانية. أحب أوري لحضراتكم حاجة صغيرة لو تحبوا تتفرجوا معايا، وأشكر جدا فيها أستاذ الحبيب سيريان كريستيان، هو الحقيقة اللي اداني اللينك ده، وبعد كده هفرج حضراتكم على فيديو. خلوني أنقل لكم على الموقع لحظات. لحظة واحدة، آسف. أهو اللي قدام حضراتكم ده أول ما نوقف هنا زي ما وريت لحضراتكم من شوية صغيرة، ده مدخل كنيسة القيامة. كويس، فده اللي قلت لحضراتكم عليه من شوية صغيرة اللي هو مدخل الكنيسة. لما ولو جايين لو وريت حضراتكم عليه المرة اللي فاتت، ده
المدخل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهنا كنيسة مريم المصرية، وهنا كنيسة قديس باتريك. ده منظر المدخل أو الساحة اللي قدام كنيسة القيامة أهي. بعد كده اللي بيتجه للداخل اللي بيدخل كنيسة القيامة بيشوف قدامه حجر التطييب بالصورة بتاعته أو اللوحة بتاعته، ده المكان اللي هننزل لأسفل مكان اكتشاف الصليب، وهنا من فوق مكان وضع عود الصليب اللي قلت لحضراتكم عليه، وهنا ده حجر التطييب، وده باب كنيسة القيامة بس دلوقتي مقفول. فالحجر من هنا اللي بيتجه للناحية دي هيتجه إلى القبر من هنا، وده القنديل اللي فيه الزيت المقدس بتاع كنيسة القيامة. لما نمشي للناحية التانية ده الكنيسة بتاعة الرئيس المائة، وده كنيسة مريم المجدلية، وده بعد كده النزول لأسفل مكان اكتشاف الصليب. واللي قدام حضراتكم دي اللي هي بتسمى كنيسة آدم. هنا ده داخل الكنيسة اليونانية اللي وريت حضراتكم من شوية صغيرة صورتها. وده شكلها من الداخل. المكان ده مدخل القبر المقدس اللي هنا قدام حضراتكم، وده المنظر اللي حواليه. بعد كده هنتجه إلى جوه القبر المقدس نفسه، لا أنا آسف ده مش القبر المقدس، ده صورة المكان اكتشاف عود الصليب. ده المكان اللي هي بنته الملكة هيلانا اللي لما اكتشفت عود الصليب. اللي قدام حضراتكم ده اللي هي غرفة الملائكة أو الأوضة الصغيرة اللي قدام مدخل القبر، واللي جوه ده القبر المقدس. واللي حضراتكم شايفينه ده القبر المقدس نفسه، وده الحجر اللي اتوضع عليه جسد المسيح جوه القبر. أحب أعرض لحضراتكم صورة لل
آسف مش صورة، أحب أعرض لحضراتكم فيديو للكنيسة، للخطوات المشي في الكنيسة جوه بالترتيب. آسف. هعرضها لكم على الفيديو دلوقتي أو أي يوتيوب. أهي ده من بداية بوابة كنيسة القيامة، ده الحجر. أنا آسف الإضاءة ضعيفة شوية لأنه كان وقت الصبح بدري، بس علشان الوقت اللي اتصور فيه ما كانش فيه حد خالص. ده بداية من مدخل كنيسة القيامة، ده حجر التطييب، ده لسه اللي داخل هيمشي بنفس المنظر ده. فده بالظبط فيديو متاخد من جوه كنيسة القيامة، ده المكان اللي فوق اللي هو اتسمر على عود الصليب، وده السلم الصغير اللي قلت لحضراتكم عليه اللي اتجه لفوق يشوف السلم ده. سلم ضيق قوي وصغير هو اللي بيوصل للكنيسة من فوق. ده المبنى ده مبني فوق التلة اللي اتسمر عليه فيها جسد السيد الرب يسوع المسيح على عود الصليب، ده مكان وضعه لما حطوه على عود الصليب وسمروا ايديه ورجليه اللي هو المكان ده. وفي الجزء ده اللي قلت لحضراتكم الصخور الأصلية اللي كان عود الصليب واقف فوقيها وفيها آثار الشروخ القديمة، وتحت هنا ده قاعدة الصليب، وتحت الصخور المتشققة دي الكنيسة بتاعت كنيسة آدم اللي وريتها لحضراتكم من شوية، ودي آثار التشققات اللي حصلت وقت الزلزال لما الرب يسوع المسيح أسلم الروح. لو تلاحظوا معايا الجزء ده هو القمة بتاعة كنيسة آدم اللي تحت. ففعلا قاعدة عود الصليب فوق المكان اللي يسمى الجلجسة. بعد كده بنتجه من هنا إلى السلم اللي بينزلنا لحجر التطييب. وده الاتجاه لأسفل على الناحية الشمال هنا، دي اللي فيها حجر تطييب جسد الرب يسوع المسيح، والناحية اليمين ده اللي بينزل، وده شكل الأرضية حسب ما يقال من القرن الرابع الميلادي. وهنا دي كنيسة آدم اللي تحت مكان صلب الرب يسوع المسيح، وده الشقوق أو الشق اللي حصل وقت الصلب اللي قدام حضراتكم. من هنا لما نتجه يمين هننزل الحجر اللي على إيدينا اليمين ده لونه لون أحمر دموي، البعض بيقول ده مكان نزول دم المسيح،
ده الحجر اللي قلت لحضراتكم، أو العمود القصير اللي ربطوا فيه الرب يسوع المسيح علشان خاطر أثناء وقت السخرية منه، لما كان الجنود الرومان ألبسوه الرداء القرمزي فوق الثوب القميص الأرجوان، وكانوا بيسجدوا له ويقولوا له السلام يا ملك اليهود. من هنا هنتجه لأسفل، اللي قدام حضراتكم ده مكان اكتشاف، ده مكان اللي بنيته الملكة هيلانا ذكرى للصليب. الأرضية اللي قدام حضراتكم دي أيضا تعود للقرن الرابع الميلادي، وحسب ما يقال إن هو المكان اللي حصلت المعجزة لما الملكة هيلانا كانت عايزة تتأكد إن ده صليب المسيح. وبالفعل عدت جنازة وعليها واحد ميت، وحطت جسد الميت على عود الصليب وقام، فتأكدت إن هو ده بالفعل الصليب الرب يسوع المسيح. للنزول من هنا للناحية اليمين، المكان اللي اكتشف كان الصليب مدفون فيه الجزء ده، والحيطان دي كلها حيطان أثرية بتعود يعني لمنطقة الكلجوسة من أيام زمن السيد المسيح. الأرضية دي اللي هي المنطقة بالظبط اللي كان فيها عود الصليب ساعة ما اكتشفوه. بعض الأرضيات دي تعود فعلا للقرن الرابع الميلادي، لما نتجه لأعلى مرة تانية. نكمل رحلة الكنائس اللي قلت لحضراتكم عليها. أقدر أقول لحضرتك أستاذ الحبيب صفوة من كم الأدلة اللي موجودة، حتى لو هناخدها بنسبة الاحتمال أقدر أقول لحضرتك يعني تتعدى 99% هو مكان صلب المسيح. دي الثلاث كنائس الأثرية اللي قلت لحضراتكم عليهم. دي اللي هي كنيسة ذكرى تقسيم ثياب الرب يسوع المسيح، مكان ما ألقوا القرعة على الثياب. اللي بعدها اللي هي بتاعة قائد المئة. دي بعض المناطق القديمة اللي هي كانت مبنية في كنيسة ولكن اتأثرت بالزلزال، فدلوقتي مقفولة محدش بيدخلها في كنيسة القيامة. الحجر ده من القرن الأول الميلادي، أيضا من اللي يقول بيقال عليه آثار تؤكد إن المنطقة دي هي منطقة الجلجوسة أو موضع الجمجمة. دي الكنيسة اليونانية اللي قلت لحضراتكم عليها، اللي بنلاقي فيها الحجر بتاع الجلد. اللي هو ده
بعد كده هنتجه للمكان اللي فيه القبر المقدس. ولكن أعرضه لحضراتكم الفيلم التالي لي لحظة واحدة. ده آسف لحظة واحدة. طيب أنا وريت لحضراتكم القبر المقدس اللي هو كان هنا. اللي هو ده من الداخل، لأنه دي الصورة الواضحة لي. وزي ما قلت لحضراتكم، اللي يبص هنا ده السقف بتاع مكان القبر، وهنا ده الحجر اللي اتحط عليه جسد الرب يسوع المسيح. أتوقف عند الحد ده، وهاخد شبهتين صغيرين جدا بسرعة نرد عليهم مع بعض بمناسبة الموضوع ده. الأولى، خليني بس أفتحها.